نكمل مع التواريخ. كما راكم تلاحظوا عندي صوص مربع، يعني غادي نكتبوها زوج مرات. هذا صوص تغدى بالدانون من داك كان بيريمي، دخلوه للطوارئ. في الطوارئ من داك كان الغاشي بزاف، راسه وجعه، وداوه لوين؟ داوه القسنطين. نعاود نشوف واش قلنا. قلنا صوص زوج مرات ياك، تغدى بدانون من داك كان بيريمي، دخلوه للطوارئ. قلنا من كثرت كان لاشان راسه وجعه، من بعد وين داوه؟ داوه القسنطين. الان مع تواريخ 1955. الان ركزوا لي مع الترتيب تاع المربع. نبدا بالمربعات الملونه، غادي هذاك الوسط هو اللي غادي يجي في الوسط، اللي راهم بالاصفر هما اللي يجيو الاولى، ومن بعد بالاخضر يجيو بعده. نعاودوا هذا الترتيب. قلنا في الوسط يجي في الوسط، الاصفر هما الاولى، من بعد الاخضر في الاطراف. هادو غادي يمثلوا لي شهور. غادي نكتبوا في اول واحد واحد، نضربوه في اثنان يعطيني اثنان، نضربوه في اثنان يعطيني اربعة، نضربوه في اثنان يعطيني ثمان. بعد الاربعة واش عندي؟ عندي خمسة. قلنا واحد في اثنان اثنان، في اثنان اربعة، في اثنان ثمانية، بعد الاربعة خمسة. وماذا بيكم ديروا هاد الترتيب هادي؟ على بالي بلي الخمسة عقلتوا عليها، ولكن ديروا لي هاد الترتيب هاد. الان نمشيو للايام. كما راكم تلاحظوا هاد المربع راه فارغ، يعني صفر. من بعد واش نقوله؟ واحد واحد. بعد الواحد واش كاين؟ اثنان اثنان. بعد الاثنان ثلاثة اربعة، بعد الاربعة خمسة خمسة. عقلوا لي على هاد، حفظوها بهاد كما نقولوا بهاد الرنة الموسيقية. صفر واحد واحد، اثنان اثنان، ثلاثة اربعة، خمسة خمسة. نعاودو تشوف واش قلنا. صفر واحد واحد، وعاودوا معايا. صفر واحد واحد، اثنان اثنان، ثلاثة اربعة، خمسة خمسة. الان الترتيب كما قلنا، هذيك ثلاثة غادي تجي في الوسط، اللي راهم في الاسفل هما غادي يجيو الاولى، وفي الاعلى يجيو بعدهم. كما راكم تلاحظوا 3 و 15 راهم في للزل الطرف. واش غادي نديرو؟ غادي نقسمو هادوك الى اثنان، غادي نزيدو تما واحد الارقام. واش هما هاد الارقام؟ كما راكم تلاحظوا 3 و 15 الاسفل اسفلها راه كاين 4 و 2، كي نقراهم مع بعض 24. يكفيني انني نعمرهم بزوج 24. وبلا واش قلنا؟ قلنا الصوص زوج مرات، تغدى بدانون، داوه للطوارئ. قلنا مين كانت لاشان بزاف راسه وجعه، وداوه لقسنطين. عقلوا لي بلي صوص طال، واش هي؟ عقلوا لي بلي الاولى هي اطول وحده. تعيين جاك صوصطال ولي عام على الجزائر، ثانيه مشروع صوصطال، من بعد حلف بغداد، دانون باندونغ، مؤتمر باندونغ، اعلان حاله طوارئ، من بعد حلف وارسو، واخيرا هجومات الشمال القسنطين. وهذو تواريخ 1901 عفوا و55. كما دائما نقول لكم كما راكم عاقلين، هجومات الشمال القسنطيني درنا منها درنا اعلان حاله طوارئ. انا عارف التاريخ نتاع حضرك واش هو 3، راكم تلاحظوا بلي 3 4. نعاود شو نقولوا؟ تعيين صوصطال 25/1، مشروع صوصطال 15/2، حلف بغداد 24/2، مؤتمر باندونغ 24/4، اعلان فرنسا حال الطوارئ 3/4، حلف وارسو 14/5، هجومات الشمال القسنطيني 20/8. نتوما الرسم غادي يكون هكا، غادي ترسموه في المحاوله نتاعكم، ترسموا هذوك الخمسه تاع المربعات، في الاسفل ترسموا جدول فيه خمسة تاع الخانات. باش تجيكم سهلة واش نمشيو ديرو؟ اولا قلنا نبديو بالاشهر، قلنا واحد كنضربوها في اثنان اثنان، نضربوها في اثنان اربعة، نضربوها في اثنان ثمانية. قلنا بعد الاربعة واش كاين؟ خمسة. الان كي توصلوا لهنا واش تمشيو ديرو؟ روحوا فوق
24 قسموها هكذا على 2 وكسبوا هنا 24 وكسبوا هنا 24. الان تمشيوا للخانات هذوك الخمسه هذوك اللي راهم الفوق ونبداو نكسبوا، نبداو نكسبوا من هنا من البدايه نتاعي. قلنا هنايا 0 1 1 زوج زوج 3 4 5 5 مفهوم. الان واش ندير؟ هذيك 3 راها في الوسط نكتبها هنايا في الوسط 3، من بعد قلنا نكتبوا 14 و 15، من بعد اخيرا عندي 20 و 25. قلنا صوص زوج مرات، تغدى بدانون، داوه الطوارئ، راسو وجعو، من بعد داوه القسم طيب. الى فيديو اخر ان شاء الله.